قول يا بسام، طب نعمل ايه في سرقه الاثار اللي هنا اللي انت عارفاه دي اللي في المخازن؟ ايوه اللي هو الرقم الرهيب اللي هو 32000 ويده. معلش انا عايزين نقف عنها يعني دلوقتي برضه انا مش فاهم، يعني تم الاعلان انه هناك اختفاء ل 33000 قطعه اثريه من المخازن، ومنها 31000 قطعه كانت في حوزه شخص في بيته. يعني ايه 31000 قطعه كانت في حوزه شخص في بيته وهو كان تاجر الاثار؟ وعندما صدر قانون الاثار سمح له القانون بالاحتفاظ بيها تحت اشراف وزاره الاثار. لا خليني اشرح لك الاول يعني ايه المخازن اللي فقدت منها زي الاشياء. يعني انت عندك نوعين من المخازن في مصر، في مخازن اسمها مخازن متحفيه موجوده هنا في المبنى ده المتحف المصري ده، فده مخزن متحفي. كويس ان انت جبت الصوره كده، جت مظبوطه كويس. فيبقى ده مخزن متحفي، الاف القطع ما لكن غير معروضه. غير لكن معروضه، معروفه، وعايزين ارشفها كلها بقى، ايه ارشفها صحيحه بارقام مسجله وكده، عشان لما تفقد السؤال بتاع حضرتك ابقى عارف ان في حاجه هنا، او يبقى نعرف المسؤول مين. ايوه. لكن في حاجه اسمها بقى تانية، دي بقى اللي انا هقول لحضرتك تعمل فيها ايه، ودي اللي انا يعني اقتراحي لوزاره الاثار. المخازن الفرعيه. ايه بقى المخازن الفرعيه دي؟ دي مخازن موجوده في المناطق الاثريه. طب مخزن سقاره، مخزن الجيزه، مخزن دهشور، مخزن الاقصر، مخزن وادي اللي مش عارف مين، ادي هي دي المخازن اللي بيفقد منها كثيرا. يبقى عليها حراسه قليله ومفيش اسوار من ضمن لا في اسوار يا فندم، وفي بيوت كل حاجه، بس من ضمن طرق السرقه ان بيتعمل نفق. تخيلي حضرتك الحراميه بيحفروا نفق من بره ويمشوا تحت الارض ويطلعوا جوه المخزن يسرقوا ويطلعوا تاني. هو مفيش كاميرات في كاميرات بقى. فجينا الدنيا كلها قعدت تقول وقلنا كلنا فين الكاميرات؟ فرفضت، ودي اقتراح تاني، اترفض وضع الكاميرات داخل المخازن. ليه يا الاستاذ المسؤول؟ قال لك علشان اللي بره ما يتعرفش على الاثار اللي جوه. يا سلام يا سلام. فلا طبعا حط كاميرات جوه. ادي الاقتراح، الاقتراح الاول والاهم، الغي كل المخازن الفرعيه وفي مناطق الاثار في مصر. اسمع كلامي، انا عارف ان دكتور عناني والاستاذ شعبان والناس دي كلها فعلا بتستمع الى النصح، عشان كده انا فرحان من الوزاره السنه اللي فاتت والسنه دي ومبسوط منهم جدا وشغلهم. وانا معروف عني ان انا ناقد، لكن بصراحه لا، الناس شغاله وفي شفافيه يا ستي، على الاقل في شفافيه. يعني اعتراف بالرقم ده بالظبط كده. فاذا الغي كل المخازن اللي بتقول لي طب احنا هنحط الالافات ديت فين؟ هقول لك انت عندك 117 فدان في المتحف الجديد. انت عارف 117 فدان يعني ايه؟ يعني اكثر من 40 مره حجم المتحف المصري بالتحرير. اكثر من 40 مره. نقي لي مساحه، اعمل لي قلعه، ايوه كده هي تتقال كده، قلعه حصينه تتحمى من بره بكل الكاميرات وبكل المدرعات، لان انت بتستثمر في حضارتك. زي ما اتقال لي كده من مسؤول كبير في البلد لما قابلته واتكلمنا على الاثار، قالت لي التاريخ امن قومي، الاثار امن قومي، حضارتنا امن قومي، صح كده؟ فلو انت جمعت كل دول وحطيتهم داخل القلعه دي وحميتها الحمايه الصح، يبقى ديت تبقى تمام التمام. الاثار اللي خارج البراني بقى ترجع ازاي؟ ده السؤال. عندك ثلاث طرق. طريقه، انا عارف ان هم مكبلين، انا عارف ان وزاره الاثار مكبله، هقول لك ليه؟ لان انت لما تيجي تروح يقول لك ايه؟ في اتفاقيه. تقدر تنسلخ من الاتفاقيه؟ انا اقول لك يا ريت تنسلخ من اليونسكو، يا ريت مصر تسيب اليونسكو. هتقول لي يا بسام ازاي؟ هقول لك هتهز اليونسكو جامد وهيبداوا يفوقوا. هتقول لي طيب وانت عايزهم يسيبوا اليونسكو ليه؟ ما هي بتساعدنا برضه. بقول لك بتساعدنا بمقدار صغنن يعني. لكن خد عندك الماده 4، اسمعوا دي يا جماعه لو هتصدقي ان الماده 4 دي. طب انا بستاذنك بس، احنا قدامنا دقيقه فحضرتك بس يبقى سريع. على طول نقفل بالماده 4. الماده 4 بتقول لك لو بلد، لو مسؤولي بلد ادوا للمسؤولين التانيين اثر جزء من التراث الثقافي والحضاري بتاع البلد دي بالناحيه الثانيه بالاتفاق او بالهديه، زي ما حصل ايام عبد الناصر الايام اليونسكو، بيشكر اليونسكو، الحكومه كانت بتشكر اليونسكو، معبد كامل فعمل كده، معبد دابود ومعبد دندور والشله دي كلها، لان هو كان بيشكر اليونسكو، بيشكر البلاد اللي ساعدتنا في انقاذ المعابد بتاعت النوبه، ده كان السبب المعلن كويس. وبعد كده زي ما اتفقنا رؤساء وبتاع وعملوا كده حلو. طيب لو انت قدرت تقول لي يعني ايه التراث الحضاري ده اللي انت بعته كهديه كمسؤول في البلد يشكل جزء من التراث الثقافي للبلد الاخرى؟ يعني مثال لرمسيس الثاني اللي في ميدان الكونكورد في باريس تراث ثقافي فرنسي، فين النفاق العالمي؟ طيب لان يعني استقرت في وجدانهم هناك انها جزء مميز للميدان ده، وبتثبتك في على اي حال.